معقول بريم يكون رجع بدون ما يقول لحدا؟ لا، شو اللي بده يرجعه بهالسرعة هاي؟ مو معقول، شو اللي عم يصير؟ انت عم تسمع هالموسيقى يا أرجون؟ شو؟ أي موسيقى؟ شبك أرجون؟ الموسيقى اللي سمعتها من شوي؟ هاي مو من عندي، مو من هون. لا، هالشي مو صح أبداً. أنا لحقت الموسيقى وجابتني لعندك. بريا؟ أنت غلطانة أكيد، وأدنيك عم يسمعوا غلط. ما في لا موسيقى ولا شيء. أنا مستحيل كون غلطانة بهالشي. هالموسيقى اللي بدلت لي حياتي كلها، مو معقول ما أقدر ميزها عن غيرها. شو؟ قصدك تقولي إنه أنا كذاب؟ لا، أنا آسفة أرجون، بجوز كون أنا سمعت الموسيقى مزبوط، وبجوز أدني ما عم يركزوا. على كل، تصبح على خير، باي. وأنت من أهله. يلا يا نمرات الذكية، في قدامك هلأ فرصة ممتازة. الملكي قاعدي لحاله هون، ومثل ما خبرك بريم انه تحكي لما بعت لك رسالة على التليفون، عملي هلأ مثل ما قالك. يلا احكي مع الملكي قبل ما يجي حدا، وبلشي بشغلك ضد بريا هلأ مشان تنهيها. جلالتك القهوة لألي؟ شكراً كتير نمراتا. فايقة بكير اليوم، شو القصة؟ ايه جلالتك، مثل ما بتعرفي في كتير شغلات تغيرت بهالقصر وما عادت مثل الأول، فقلت أنا بغير شوي عاداتي وبدلهم. أنا فهمانة عليك منيح على شو عم تلمحي. أنا وعدت بريا ورح أوفي بوعدي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.